السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم. حدد الحوار السياسي بحسب آخر مسودة اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا وأسند إليه مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ، إضافة إلى تعيين السفراء، كما تم الفصل بينه وبين الحكومة المقترحة ووضع ملامح خارطة الطريق للوصول إلى الانتخابات. فما هي تفاصيل خارطة الطريق التي أعلنت عنها البعثة، وما هي أصداء ملتقى الحوار في الداخل والخارج؟ حول هذا الموضوع سيكون نقاشنا بعد متابعة هذا التقرير. يهدف الحوار إلى تحقيق رؤية موحدة حول الحكم وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن. هذا ما أعلنته البعثة الأممية حول الحوار الذي ترعاه من خلال 75 شخصية مرشحة من عندها، في حين أن العديد من الأطراف السياسية الليبية أكدت أنها لم تكن ممثلة في الاجتماع التونسي ورفضت حتى الأسماء المطروحة. وقد ناقش المدعوون مخرجات الأزمة الحالية، وذكرت مصادر مطلعة أن الجلسات شهدت اختلافاً على وثيقة البرنامج السياسي بين من يطالب بمرجعية اتفاق الصخيرات ومن يرى إلغاء الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي معاً وإعداد وثيقة جديدة. وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قالت الأربعاء في لقاء صحفي موجز إنه سيتم إنجاز خارطة طريق للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا في فترة لن تتجاوز 18 شهرا. وذكرت مصادر من داخل ملتقى الحوار أن اليوم الختامي للملتقى سيكون يوم الأحد. وقد قدمت البعثة الأممية مقترحا للمشاركين في الحوار يتضمن شروط الترشح والتسمية لمهام السلطة التنفيذية وآلية الترشح والاختيار. ومن أبرز تلك الشروط أن يلتزم المرشح بتقديم إقرار علني بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، ويتعهد باحترام المسار الديمقراطي واحترام الإطار الزمني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل. كما يجب ألا يكون المرشح مشاركا في جلسات الحوار السياسي بتونس. وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن مخرجات الحوار ستنهي أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وكل مقترحاتها، وستعترف بالشكل الفيدرالي للدولة الليبية، ما اعتبره كثير من المراقبين تجاوزا خطيرا. وفي ظل هذه التطورات، ما زال فريق من المراقبين يرى أن مخرجات الحوار تدعو إلى التفاؤل، بينما يرى فريق آخر أن الحوار قد يمهد لحلقة أخرى من مسلسل التواطؤ الدولي على ليبيا. فأي الفريقين ستميل إليه كفة الحوار؟ مرحبا بكم من جديد. معي في هذه التغطية كل من عبر سكايب الأستاذ عبد الله الكبير المحلل السياسي، وعبر الهاتف الدكتورة حنان شلوف عضو تيار يا بلادي. أبدأ معك أستاذ عبد الله، مرحبا بك بداية. يعني لو سألتك يعني كيف، أو بداية، ما رأيك في معايير اختيار المرشحين التي اقترحتها البعثة الأممية؟ نعم، تحية طيبة لك دكتور فوزي ولضيفتك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة حتى هذه المعايير التي طرحت ضمن المسودة خضعت للتعديل، والجدال حولها لم يتوقف حتى اليوم. استمر الجدال حول الفقرة المتعلقة بالجنسية المزدوجة للمرشح بين من يقبلها ومن يعارضها.
فكل وايضا مساله الممتلكات او اقرار الذمه للمرشح. ونحن نعرف التحايل الذي يمكن ان يفعله اي مواطن ليبي تخلى عن ضميره وترعرع في ظل النظام السابق وأدرك كل الألاعيب التي يمكن بها اختلاس المال وعدم تسجيله أو إبعاده عن مواطن الشبهات. ومن ثم كل هذه المعايير في الحقيقة غير مقنعة. كان من الممكن أن يكون هناك معايير أخرى بالإضافة إلى معيار رئيسي، وأن لا يكون المترشح قد تقلد أي منصب في السلطة في ليبيا على الأقل منذ عام 2014 أو حتى ما بعد ثورة فبراير، لكي نضمن أن تأتي وجوه جديدة غير مرتبطة بالأطراف المحلية والأطراف الدولية المتحالفة معها. هناك تحفظات كثيرة على هذا الحوار الذي يبدو أقرب إلى الفشل حتى الآن، والأمر لا يتعلق فقط بالمعايير التي وضعتها البعثة الأممية في المسودة. يعني ما الذي يدعوك دكتور أستاذ عبد الله قبل أن أتحول لدكتورة حنان إلى أن تتوقع فشل هذا الحوار، خاصة إذا نحن استدعينا الماضي؟ الأسماء التي أتي بها مثل السيد فايز السراج معه يعني لم تكن تدور بخلد أي أحد، يعني فما المانع الآن أن تكرر البعثة هذا الأمر وتفرض أسماء ويتم قبولها ويتم ربما حتى مخاطبة مجلس الأمن بهذه الأسماء على وجه الخصوص؟ بالنسبة للاتفاق السابق اتفاق الصخيرات، أولا كان هناك زخم دولي ودفع دولي من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق. وأيضا بالنسبة لفائز السراج قبل اتفاق الصخيرات لم يكن معروفا ولم تكن له أدوار واضحة فيما جرى في ليبيا. كان نائب في البرلمان في طبرق، ولكنه لم يكن شخصية جدلية، لم يدخل في صلب العمل السياسي والصراع الذي دار في ليبيا ذلك العام. أما الآن فالمطروح هي شخصيات جدلية، شخصيات ساهمت في تأزيم الأوضاع في ليبيا. يعني الأسماء التي يدفعون بها على سبيل المثال لرئاسة المجلس الرئاسي السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان في طبرق، تصور أن عقيلة صالح يتم تكليفه رئيسا للمجلس الرئاسي وهو الذي كان له دور في تأزيم المرحلة السابقة، تعطيل العمل باتفاق الصخيرات، استمرار أو تكريس سلطته في مجلس النواب وإنهاء دور مجلس النواب، وأصبح هو الذي يملك القرار في مجلس النواب وعطل جلسات مهمة وجير مجلس النواب لمصلحة التيار الذي يؤيده، بالإضافة إلى الكارثة الكبرى وتأييده للحرب على طرابلس. أيد حرب حفتر على طرابلس، 4 مليون في المنطقة الغربية ظلوا لما يقارب من عام ونصف يتلقون هذه القذائف وهذه الصواريخ والمرتزقة والقصف العشوائي، وعشرات أو مئات الضحايا وآلاف المهجرين والمقابر الجماعية. هذا الذي بارك هذه العمليات وبارك هذا السفك لدم الليبيين سيصبح هو أعلى سلطة سياسية في ليبيا. في اعتقادي هذا عبث، وبالتالي لا يمكن أن نقارن السراج ولم يكن له أي دور سياسي واضح عندما تم تكليفه بعقيلة صالح وهو أحد المسؤولين عن الكوارث التي وقعت في ليبيا خلال الأعوام الماضية. نعم. طيب دكتورة حنان، إذن برأيك يعني ما هي آلية الترشيح والاختيار لمجلس المجلس الرئاسي المزمع، يعني اختيار أعضاء له وأيضا رئاسة الحكومة وأعضاء هذه الحكومة إذا كان سيكونون من هؤلاء الوجوه القديمة التي ربما كلها بدون استثناء مع تفاوت مثار جدل ويعني شخصيات جدلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية تحية طيبة لك دكتور، وتحية طيبة لضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. مرحبا بك.
أعتقد أنا دعني أتحدث بداية أخرج من سؤالك إلى نقطة في المجمل العام، وهي قد تبدو مفاهيمية أكثر منها سياسية، وهي نقطة هل أقر الشعب الليبي بمصادرة حقه الذي خرج له في 2011 وهي الديمقراطية التي يسعى إليها؟ هل أقر هذا الأمر؟ خلاص وانتهى هذا الأمر عند هذا الحد، حتى تقرر البعثة من يتحكم في مصيره وهم 75 ليسوا منتخبين، ولم يختارهم الشعب ولم يختارهم حتى أطراف الصراع. إذا سلمنا أن الصراع بين طرف المنطقة الشرقية وطرف المنطقة الغربية، فلا وجود لاختيار من هؤلاء المتصارعين، بل البعثة هي من تدخلت، هي من اختارت 75 تحكم من خلالهم. فمن اختار 75 هو القادر على اختيار المجلس الرئاسي، وهو القادر على اختيار الحكومة وأعضاء. عفوا أخي، إما بشكل مباشر وإما عن طريق الإعاز والإيحاء. ومن ثم أعتقد أن نحن نعاني من إشكالية كبرى، وهي إشكالية البعثة وما تقرره لنا. نعم. هذه الإشكالية الأولى. الآن نحن نمارس مرحلة حرق المراحل. نعم. معذرة أخي دقيقة فقط. نعم نعم، سأعود إليك يا دكتورة حنان. سأعود إليك دكتور حنان. انضم إلي الآن عبر سكايب الأستاذ صلاح البكوش المحلل السياسي. رح بك أستاذ صلاح، أبدأ معك بهذا السؤال، يعني كيف للبعثة الأممية أن تتحدث عن انتخابات دون الحديث عن استفتاء على مشروع الدستور؟ يعني هذه الانتخابات ماذا سيكون مرجعها بالضبط؟ مرجعها الإعلان الدستوري. أجرينا انتخاب مجلس المؤتمر الوطني العام، وأجرينا انتخابات مجلس النواب على أساس الإعلان الدستوري. التحدث عن الحديث عن 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 الدستور هو محاولة من قبل الأجسام الموجودة الآن لعرقلة المشروع. هذه الأجسام كان لديها الولاية القانونية منذ 17 ديسمبر 2015 لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور، ولم تقم بذلك. الآن نرى كلها مظاهر الحب بين المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وهيئة صياغة الدستور وبيانات والدستور وكيف وحرام ومش عارف. يبقى ما كان عندكم الدستور، ليش ما درتوا قانون الاستفتاء؟ المطلوب الآن هو عرقلة. وبعدين صياغة الدستور يجب أن تتم في أحوال هادئة حتى يمكن الحديث عن دستور يتفاهم فيه الجميع على دستور يمكن أن يبقى للأجيال القادمة. ما لدينا الآن هو عبارة عن وثيقة حاول فيها أعضاء هيئة صياغة الدستور حل مشاكل آلية وخلافات آنية. والجميع، جميع التحليلات من قبل مؤسسات عالمية ومن قبل خبراء ليبيين وما إلى ذلك، تجد الكثير من العيوب في هذه المسودة. ولكن على العموم انتخابات ستأتي بجسم تشريعي جديد يمكن أن نعطيه فرصة لأن يقرر هل سيصدر قانون استفتاء ونذهب إلى استفتاء على الدستور أو ما إلى ذلك ويشكل حكومة. يمكن ده. أن نقول صلاح، لكن هل تتوقع بأن الموعد المحدد في 24 من ديسمبر في العام القادم يمكن فعلا أن تتم فيه انتخابات في ظل يعني إذا نجحت ستيفاني في تعيين مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، هل ستكتفي هذه الحكومة الجديدة وهذا المجلس الرئاسي بعام واحد فقط في الحكم، وبالتالي سيسمحون بهذه الانتخابات، أم إنه فعلا ستتم انتخابات في ذلك الوقت؟ أولا أنا أرضى بك عن أن تتبنى موقف سياسي وأنت جالس تدير الحلقة. لا. ستيفاني لن تعين حكومة كما تقول أنت. الليبيين يعينوها، الليبيين يقدروا يطردوا ستيفاني. الليبيين ما طردوش ستيفاني، الليبيين ما داروا شيء، الليبيين ما خرجوش في الشارع. فكفانا لوم الآخرين، يجب أن ننظر إلى المرآة ونلوم أنفسنا، ما الذي قمنا به؟
ما الذي قامت به الطبقة السياسية في ليبيا؟ ما الذي قام به الشارع في ليبيا؟ ما الذي قامت به الأحزاب والمنظمات المجتمع المدني في ليبيا والنشطاء السياسيين؟ لا شيء. ها هي تعقد تعلن عن قائمة الأسماء وتعقد المؤتمر وما ذلك، ما طلعتش مظاهرة فيها 500 نفر يا راجل. فخلونا من 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 سب البعثة والبعثة والبعثة والبعثة. نعم هذا واقع. نعم أستاذ صلاح هو واقع. نعم التاريخ، التاريخ لا يعني شيء. الساحة الليبية مليئة بأشلاء تواريخ. طيب 18 شهر الإعلان الدستوري يقول مدة ولاية البرلمان مجلس النواب 18 شهرا منذ الجلسة الأولى لهيئة صياغة الدستور، ولا يجدد له إلا باستفتاء. ذلك التاريخ أتى وذهب في 21 أكتوبر 2015. أتى قرار الدائرة الدستورية ببطلان المجلس النواب، فتوه، جاء الاتفاق الصخيرات وقال أوكي ما عليش تكتسبون شرعيتكم من هذا الاتفاق، ما باش مجلس النواب يتبنى الاتفاق السياسي. فقصة التواريخ غير مهمة، القصة ما هي الآلية. طيب ما هي الآلية التي ستجعل من الانتخابات أمرا محتوما لا يستطيع لا مجلس النواب ولا مجلس الدولة ولا الحوار السياسي ولا أي شيطان رجيم يستطيع أن يوقفه. سأنقل هذا السؤال للأستاذ عبد الله الكبير. يعني في حالة يعني نحن الآن الموعد يعني قد تم على أساس الاتفاق عليه، لكن ما هي الآلية التي ستفرض الانتخابات في ذلك الموعد؟ يعني كيف ستتم هذه الانتخابات في ظل هذا التلكو من الأجسام الموجودة كما ذكر الأستاذ صلاح قبل قليل؟ يعني هذه الأجسام تريد البقاء أيضا في المشهد، وأنا لا أعتقد يعني، وربما يشاطرني هذا الأمر عدد أو الكبير من الليبيين، بأن هذه الأجسام لو أتيح لها مرة أخرى أن تتولى السلطة سوف تمنع أنت يعني قيام هذه الانتخابات. يعني ما هي الآلية؟ ما الذي سيفرض على هذه الأجسام أن تتم الانتخابات في ذلك التوقيت؟ بالنسبة للانتخابات وحسب الموعد الذي تم إعلانه من البعثة الأممية، في تقديري أن هذا الموعد البعيد هو المقصود منه أن أكثر من سنة ستجري في كل الأنهار مياه كثيرة وستقع تغيرات كثيرة ومشادات وفوضى، ربما ندخل في حرب جديدة، وبالتالي هذا الموعد ربما لن تجرى فيه انتخابات قياسا بما نعيشه الآن. يعني هل الآن نرى بالفعل طبقة سياسية أغلبها، لا نقول كلها، أغلبها أو حتى نصفها على الأقل يدفع باتجاه الانتخابات، يدفع باتجاه التداول السلمي على السلطة؟ بالتأكيد لا، ولذلك هم ضربوا هذا الموعد. أنا على يقين أنه بالإمكان في ليبيا إجراء انتخابات خلال مارس المقبل، لو أنهم بدل من هذا الوقت الذي ضيعوه في التفاوض بين عقيلة صالح وبين العبيدي الآخر للمجلس الرئاسي أو بين معتيق وبشاغة لرئاسة الحكومة، لو أنهم أنفقوه في وضع قاعدة دستورية للانتخابات لكانت المفوضية قد بدأت العمل بالأمس والله أول أمس في الإعداد لهذه الانتخابات، لكنهم لا يريدون هذه الانتخابات. الانتخابات من الممكن أن تجرى بطريقتين أو بوسيلتين، أو نذهب إليها بطريقتين: طبقة سياسية مقتنعة بهذه الانتخابات وتعمل من أجل هذه الانتخابات وتقرر إجراء هذه الانتخابات عن قناعة، كما فعل المؤتمر الوطني حينما استجاب لبعض الدعوات والتي اتضح للأسف أنها مشبوهة ولم تكن لغرض الديمقراطية أو تداول السلطة، وإنما مؤامرة للإطاحة بالمؤتمر الوطني، ولكن مع ذلك المؤتمر الوطني استجاب وحسم الجدل حول مدته وشكل لجنة فبراير وقرر تسليم السلطة. هذه آخر مرة رأينا فيها جسم أو شخصيات سياسية تقرر تسليم السلطة. بعد ذلك تأبدت كل الأجسام وكل الشخصيات التي تولت السلطة في ليبيا إلا من قدم استقالته لأسباب تخصه. إذن هذا هو العامل الأول: طبقة سياسية مقتنعة وتقرر الذهاب إلى الانتخابات وتفرض على بعثة الأمم المتحدة تبني هذا الخيار.
الخيار الآخر هو شعب واعي، هو شعب واعي، شعب يدرك أن الانتخابات هي حقه، وأن هذا الحق لن يمنح له، وأن هذا الحق دفع فيه ثمن باهظ في عام 2011، آلاف الضحايا والخسائر المادية وكل ما جرى في عام الثورة والانشطار الذي وقع في البلد بسبب الخيار الذي شقه القذافي والتدخل الخارجي، كل هذا الثمن من أجل أن يستعيد الليبيون حقهم في اختيار من يدير شؤونهم أو من يحكمهم. الآن لا أرى أي اهتمام من الشارع، فقط مطالب بسيطة، تتحسن الأوضاع، تتوفر الكهرباء، يتوفر الأمن، لكن كل هذا نحققه بأننا نحن من يضع السلطة، الشعب هو الذي يختار سلطته، وإذا فشلت في توفير ما يريده يطيح بها، هذا كله مفقود. وبالتالي إذا لم يتحرك الشعب الليبي ويرفض هذه المهزلة التي تديرها البعثة الأممية الآن في تونس، ويصر على إجراء الانتخابات، انتخابات برلمانية جديدة، أو الذهاب للاستفتاء على مسودة الدستور، فلن تكون هناك انتخابات. نعم. طيب دكتور حنان، يعني إذا كنت تريدين إكمال الفكرة الأولى قبل أن ننتقل إلى سؤال آخر فلك المجال. أجدد اعتذاري مرة أخرى. نعم بس. أعتقد أن الأستاذ صلاح البكوش تكلم فيما كنت أريد الحديث عنه، وهو أن الشعب أهمل حقه في اختيار ممثليه، وظل يتفرج على البعثة التي أصبحت تمارس حق الحاكم الفعلي لليبيا، وإن كانت الإدارة بطريقة غير مباشرة، وهي بهذا الأمر لا تتحمل المسؤولية. نعم. أعتقد أننا سنصل في مرحلة الأسماء لنفس ما وصلنا له مع ليون، كان الكثير يرشحون، كان أبو بكر بعيرة حظوظه كثيرة جدا، ومع ذلك لم نجده، ووجدنا الشخصية التي تم تسميتها، ووجدنا التآمر الدبلوماسي، حيث كان التفاوض على رئيس حكومة ونوابه، ولم يكن التفاوض على رئيس مجلس رئاسي، وفوجئنا بليون يعلن مجلس رئاسي ويقر داخل مجلس الأمن دون أن يطرح للتفاوض. الآن ما يتم تمريره هي نفسها ما تم التفاوض عنه في أبو ظبي من مسألة فصل الرئاسي على الحكومة وجعل الرئاسي رئيس ونائبين، وأيضا ما تم إقراره في برلين الآن يتم تنفيذه. وأعتقد أن حتى غسان سلامة نفسه خرج وتحدث ورحب بما دار في تونس من أنه أنيط بمؤتمر برلين كإنجاز، أنه الآن يجرى تنفيذه. هذه الحوصلة. الآن هناك أيضا وثيقة الفرض السيادة الليبية، أعتقد أن فيها صحوة للناس، وأتمنى أن هي تأخذ دعم كبير، على الأقل ترد جزء من سيادة القرار إلى ليبيا، بدل من أن تنفرد البعثة، هي من تقرر، من يجلس للتحاور، من يختار الحكومة، من يختار الرئاسي، من كل هذه الخيارات يظل محورها الأساسي هو البعثة دون أي إرادة، ودون حتى مظاهرات كما أشار ضيفك الكريم، دون حتى مظاهرات أو دون رفض. لكن دكتور حنان، ما هي فرص يعني أن تكون لمثل وثيقة السيادة الليبية، أو مثلا المؤتمر الذي عقد اليوم، أو اللقاء الذي عقد اليوم في تاجورة، يعني تحت شعار لا للوصاية، يعني ما هو إمكانية أن تكون لها تأثير لدى البعثة، وبالتالي قد تغير شيئا من ما يجري الآن في تونس؟ وإن كانت الفرص ضعيفة، ولكن على الأقل النبض يتحرك، وقد البعثة نفسها التواصل معهم، مع هؤلاء، من أجل أن هي شرفهم في الحوار. الفكرة أنه هناك نبض ما زال يتحرك، وأن الشعب ليس برمته ميت، وليس برمته مستسلم لما تقرره عليه البعثة وما تفرضه عليه، سواء بشكل مباشر أو من خلال من تختارهم. نعم. طيب أستاذ صلاح، يعني في ظل هذا الواقع، وفي ظل كما أشرت وأشارت الدكتورة حنان إلى أن الشعب يعني ربما أعطى الفرصة للبعثة لتقرر بالنيابة عنه، لكن البعض يرى بأن القبول بمخرجات حوار تونس
هو أفضل على أي حال من التمديد الأجسام الحالية؟ يعني ما تعليقك؟ بس حوار تونس هو عبارة عن تمديد للأجسام الحالية. سيكون هناك لكن على الأقل في تغيير لبعض الشخوص على الأقل يعني، والمثل الليبي يعني يقولوا تغيير سروج فيه راحة، على الأقل يعني في تغيير وفيه يعني ربما آلية جديدة لفصل الرئاسة عن الحكومة، وفي هناك رئيس حكومة ورئيس مجلس رئاسي. يعني كيف ترى هذا الأمر؟ أنت لم تغير شيء. أنت أتيت قلت للأجسام التي حكمت على مدى الخمس سنوات الماضية مع بعضها البعض أعطونا وجوه جديدة. هذه الأجسام التي أنتجت الحروب والخلاف والفساد على مدى الخمس سنوات، هل تعتقد أنها ستعطيك وجوه أفضل؟ أو أم أن هذا مجرد أمنية أو وهم ربما؟ أنت شوف الأسماء المعروضة، الأسماء المعروضة ليس لديها أي خبرة. الأجسام التي أوفر حظا الآن بالفوز برئاسة مجلس الرئاسي والفوز برئاسة الحكومة، ما هي خبرتها؟ كيف يمكن أن نعطيه؟ هذه الأجسام استلم هذه الشخصيات الأوفر حظا الآن لننظر إلى المسؤوليات التي أنيطت بهم ولنرى ما الذي قدموه، ما الذي قدمه، خلينا نكون واضحين، ما الذي قدمه فتحي بشاغة في وزارة الداخلية غير هالأرتال وهالواحد والبساط الأحمر ومش عارف شنو؟ شنو ده؟ جواز السفر مازال اللي مسؤول عليه وزارة الداخلية مازال تدفع عليه 4000 دينار باش تحصله، فيه مرور، فيه نظام في البلاد، فيه شرطة، فيه كذا، شنو فيه؟ عقيلة صالح شنو دار؟ آه خمس سنوات أو أكثر رئيس مجلس النواب، شنو دار؟ قسم علي 1000 حصة. هذا ما ستأتي به الأسم، وهذه الصفقة بين عقيلة والمشري. فإذا كان الليبيين يعتقدون بأن في سنة أو في 18 شهر هالدبردق هذا يبي يدير حاجة ما داروهاش في الخمس سنوات الماضية، والله حظا سعيدا. نعم. ولكن لا أن ذلك سيحدث. ما نريده هو جسم تشريعي جديد بدماء جديدة، ونقول للليبيين يا ليبيين هذه فرصتكم، اختاروا المرة هذه بتأني تفكروا في الموضوع ونسلموا. أما قاعدين نحاول مجلس الدولة مجلس نبايا، ولما يديروا حاجه والله عاد يشاوروا مجلس الدوله ومجلس النواب، نفس مجلس الدوله ومجلس النواب. تعرف شو اللي بيصير توا؟ نعم. اذا كان استمر الحال هو ان على هالمواطنين اللي راقدين باي يستعدوا لدفع اكثر من 250,000 دينار ليبي لكل عضو في مجلس النواب ومجلس الدوله على مدى 15 شهر الماء القادم. نعم. علي ما اخذوه الخمس سنوات أو 9 سنوات الماضية. نعم. طيب أستاذ عبد الله، يعني تو في ظل ما تحدث عنه الآن أستاذ صلاح، يعني هذه الشخوص هي وهذه الأجسام هي. طيب السؤال الذي يطرح نفسه الآن وربما يوجه حتى للبعثة، يعني ما الذي إن كانت البعثة صادقة في حل حالة الأمور في ليبيا، ما الذي يضمن نجاح المجلس الرئاسي المقبل والحكومة المقبلة في تنفيذ مهامه، يعني خصوصا مع وجود هذه الأشخاص التي ساهمت في تأزيم المشهد السياسي الليبي طيلة الخمس سنوات الماضية؟ أولا لابد أن نعرف أن هدف البعثة وهي تنفذ هذه الخطة الأمريكية ليس وضع ليبيا على طريق الاستقرار أو حل الأزمة الليبية، وإنما الهدف منع تجدد الحرب مرة أخرى لتحجيم الوجود الروسي عن طريق شركة فاغنر، إبعاد فاغنر عن منابع النفط، تهدئة الأوضاع في البلاد بتشكيل حكومة أو بتلفيق حكومة سيسمونها حكومة وحدة وطنية عبر مزج المعسكرين المتصارعين، وأنا أتكلم هنا من وجهة نظر الإدارة الأمريكية والبعثة الأممية. معسكر عقيلة صالح
وحفتر مع المعسكر المضاد لهم في الغرب الليبي، دمجهم مع بعض مع بعضهم في حكومة واحدة يكون مقرها مدينة سرت، وإبعاد مرتزقة فاغنر شيئا فشيئا عن حقول النفط وعن القواعد الرئيسية في ليبيا، وتحجيم الوجود الروسي في ليبيا، وإجبار روسيا على الاكتفاء بمصالحها الاقتصادية وبعض النفوذ السياسي، لا أن يكون لها وجود مستدام واستثمار في الصراع المسلح في ليبيا عبر الأسلحة وعبر شركة فاغنر، ثم شرعنة وجودها حتى تصبح ليبيا بمثابة سوريا أخرى في جنوب المتوسط، ويزداد النفوذ والهيمنة الروسية في هذه المنطقة. هذا ما لا تريده أمريكا، وتذهب بهذه الخطة لتهدئة الأوضاع. وإلا إذا كان الهدف هو استقرار الليبيين، تضغط البعثة الأممية والمجتمع الدولي على الطبقة السياسية وعلى الأطراف الحاكمة الآن على ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء على مسودة الدستور أو الخضوع لانتخابات برلمانية جديدة، علها تأتي ببرلمان تشريعي يملك الشرعية الحقيقية. الأطراف الدولية المتداخلة في ليبيا والتي استثمرت في الصراع الليبي تريد حصتها من هذه السلطة الجديدة على مدى عام وعام وشهر، حسب المعلن نظريا أنه ستكون هناك انتخابات، ولكن في تقديري لن تكون هناك انتخابات إلا بمعجزة أو حراك حقيقي من الليبيين. خلال هذه الفترة التي تحكم فيها السلطة الجديدة، تواصل الدول نهبها لثروات البلاد، الاستمرار في تنفيذ استراتيجياتها وسياساتها في ليبيا، وفي النهاية كل هذه الدول حققت ما تريده وحققت بعض أهدافها أو جل أهدافها، ويبقى الشعب الليبي في حالة تمزق وفي حالة معاناة. هذا هو الهدف، ليس الهدف استقرار الليبيين. كيف يمكن أن يتحقق الاستقرار؟ وأنا ضربت هذا المثال بأن الشخص الذي أيد الحرب على ما يقرب من 4.5 مليون مواطن في المنطقة الغربية بذريعة الميليشيات وبذريعة الإرهاب والخوارج، ثم يعود ويعترفون في اتفاق 5+5 أن الاتفاق أبرم بين الجيش الوطني والجيش الوطني الليبي. إذن أين الميليشيات وأين الإرهاب عندما يتوافقون ويقررون اقتسام السلطة؟ تنتهي كل هذه المصطلحات وتسقط هذه المصطلحات وتسقط عبارة الميليشيات. وبالأمس يعلنون عن خطة أمنية لتحرير بنغازي من الميليشيات، ونحن نعرف أن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان عندك ميليشيات وتقتل في وضح النهار في أهم شوارع مدينة بنغازي وتريد أن تحرر طرابلس من الميليشيات، ومع هذا ومع كل هذه الخديعة أنا أستغرب أن الشعب ما زال يصدق هؤلاء وما زال لا يثور ضدهم. هذا لو يحصل هذا في مجتمع حي لا يمكن أن يبقى هؤلاء أحياء. أنا متأكد أن الثورة ستكون عارمة وأنها ستكون عنيفة بالفعل، لأنه من غير المعقول آلاف ضحايا ومهجرين وخسائر مادية تفوق 50 مليار دينار، ثم بجرة قلم الذين كنت تصفهم بالميليشيات وشرعنت الحرب لأنهم ميليشيات أصبحوا جيش ليبي يقابل الجيش الوطني في المفاوضات، وما زلت تريد أن تبقى في السلطة. أنا أتصور أنه لو تم التوافق اليوم أو بعد قليل على أن يكون فايز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي، يفترض أنه صباح الغد منذ الصباح تندلع مظاهرات في كل المنطقة الغربية. تقصد عقيلة صالح؟ يعني عقيلة صالح عقيلة صالح غدا في طرابلس وفي ترهونة، وكل الذين تضرروا من هذه الحرب والمهجرون من مدينة بنغازي ومن مدينة درنة أن يخرجوا في مظاهرات عارمة، مليونيات تخرج في كل المنطقة الغربية رافضة لهذه الشخصية. هذا ينبغي أن يحاسب، هذا ينبغي أن يحاسب على كل ما ارتكبه من جرائم في حق الليبيين، لا أن يكافأ بالرئاسة. وغير ذلك ينطبق على بقية الشخصيات التي ساهمت في تهزيم الأوضاع في ليبيا بقصد أو بغير قصد، بحسن نية أو بسوء نية. نعم. طيب دكتورة حنان، يعني في ظل هذا الوضع، يعني حتى الآن يعني ربما هناك تسريبات بالفعل تقول بأن عقيلة صالح سيكون هو رئيس المجلس الرئاسي الجديد، هي عبارة عن تسريبات صحفية لا ندري مدى دقتها، وسيكون خالد المشري النائب الأول، ربما عبد المجيد سيف النصر النائب الثاني، وعلى رئيس على رئاسة الحكومة سيكون فتحي باشاغا. يعني هل تعتقدين أنه فعلا يمكن أن تكون هذه
الأسماء هي مرة ثانية في المشهد، أم إننا سنشهد انتهاء الحوار في تونس داخل ملتقى دون التوافق على الأسماء في ظل ربما خوف من ردة الفعل على عقيلة صالح بالخصوص من القوى الفاعلة على الأرض في الغرب الليبي؟ أخي فاضل، أعتقد أننا دعني أقول العبارة أننا لا ننجم، ولكن ما يحدث الآن في تونس شاهدناه في سابق التصخيرات. كان هناك أسماء تطرح، ليس اسم ليس اثنين، بعضها كان موجود داخل الصخيرات نفسها وكان يستعد لرفض إعلان اسمه أنه هو الرئيس، ومع ذلك عندما خرج عليه الرئيس شخصية لا يعرفها أحد نهائيا، بل تفاجأنا أنه إحدى التسريبات تقول أن عقيلة صالح كان يظنه أحد النواب المقاطعين من شدة أنه لا يعرف من تواجده في طبق. أيضا لا أعتقد أن المسار سيختلف كثيرا، وإن كانت هناك محاولات ومتقاط، وكما هناك تسريبات أيضا شراء أصوات داخل 75 باعتبار التزكيات، فهذا كله موجود، لكن من سيكون رئيس الحكومة المعادلة ستكون مختلفة تماما في تصوري واعتقادي، ولا أعتقد أننا نستطيع التنجيم بهذا الأمر. ولكن الإشكالية التي يجب أن نتحدث عنها حقيقة أن الحكومة القادمة، ولن أتحدث عن المجلس الرئاسي والقائد الأعلى وإلى آخر هذه الأمور، ولكن سوف أتحدث عن الحكومة، مكان الذي فيه الأموال والفلوس والفساد. هذه الحكومة نحن رأينا أيام ماضية كيف أن النائب العام بدأ يشتغل وبدأت تخرج هناك قضايا فساد والقبض على قضايا الفساد واتهامات الفساد. الآن في الفقرة 14 أو المادة 14 من تعديل المقترح للاتفاق السياسي أرهن الأجهزة الرقابية على الرقابة على الأهداف. هذه الفقرة تحتاج إلى إيضاح من ملتقى الحوار الوطني، من ملتقى الحوار الذي ينعقد في تونس. ماذا يعني الرقابة على الأهداف؟ هل معنى ذلك أننا سوف نغض الطرف عن كل أي قضايا أخرى؟ لأن الحكومة القادمة ستواجهها إشكالية الميزانية بالدرجة الأولى، لأن لن يكون هناك مجلس نواب سيمنحها هذه الميزانية، لأنه في حالة رفضها مجلس النواب ستعود ملتقى الحوار يقرها أو يغيرها. فإذا أقرها ستكون إقرارها غصب على مجلس النواب. هل سيقر لها الميزانية أم ستعمل كما الآن؟ ومن ثم ستكون كل تشريعاتها كل قراراتها تتصطدم بالقضاء، لا وجود لها في القضاء. فعندما يأتيني للأجهزة الرقابية ويقول لي أنها ستراقب على الأهداف، هذه عبارة تستحق منا الوقوف عندها والسؤال حول ما هي هذه الرقابة، لأن الرقابة تراقب إما على مخالفات مالية أو مخالفات إدارية، لأول مرة أسمع على مخالفات الأهداف. فهل ستلغي المراقبة المالية والإدارية أم كيف نتصور؟ لماذا جاءت هذه الفقرة بهذه الكيفية؟ نعم. هذا السؤال، لأن أريد أن أتخيل مدى إطلاق يد هذه الحكومة في الصرف. نعم. طيب سيد صلاح، يعني أعود بك لما ذكره السيد عبد الله قبل قليل بأن الهدف هو ربما إخراج فاغنر من أماكن تواجدهم في سرت والجفرة. السؤال الآن، هل التوازنات الإقليمية والدولية هي التي كانت حاضرة في الملتقى أكثر من مصلحة الشعب الليبي من قبل البعثة؟ خليني أولا أريد أن أعلق على ما قالته الدكتورة حنان. نعم. هذا الملتقى ليس كملتقى الصخيرات. ملتقى الصخيرات كان طرفين، مجلس النواب والمؤتمر الوطني. نعم. المؤتمر الوطني كان متماسك، هنا لديك عدة أطراف. هذا فرق. الفرق الثاني هو أن برناردينو ليون لم يأتي بالسراج. المسؤول عن وجود السراج مباشرة هو نوري بوسهمين. خليني أقول لك ليش. أنا كنت غادي موجود. السيد عوض النائب الأول عوض عبد الصادق، عوض عبد الصادق كان رئيس الوفد. بعد ما دخلنا
التسعة متطلبات بتاع المؤتمر الوطني، قال لنا كيف ما وعدناهم الفريق الدولي خلوكم قاعدين هنا توا نمشي نجيب الترشيحات بتاعنا الرسمية. الترشيحات مبنية على شنو؟ على رسالة عندي نسخة منها على ورق الأمم المتحدة وبتوقيعة برناردينو ليون إلى السيد رئيس المؤتمر الوطني العام، يطلب منكم ترشيح شخص للرئاسة والمجلس النواب سيرشح آخر. مشى السيد عواد عبد الصادق قال لنا يقعدوا أنا بكرة نكون عندكم في الظهر، سافر. جاء قال والله السيد نوري بوسهمين عنده شروط أخرى. هذه فتحت الباب لنعيمة جبريل وفضيل لامين وأحمد العبار ونهد معتيق وكذا. قال لك جت منك يا جامع. جامع زو اختاروا، اختاروا شنو؟ اختاروا شخص ما يفهمش السياسة، لا عنده قبيلة ولا عنده كتيبة، مش يقدر يكروه من هنا ويكروه من هنا. هذا اللي صار. لومو برناردينو ليون كيف ما تو الآن يعني تو هذه الخيارات هذه كلها تمثل توافق بين الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، لأن هذه البعثة ما هيش راجل واحد هي ولا مرأة واحدة. ثانيا لو كان أي واحد فينا هو ستيفاني ويليامز، كيف من حتختار؟ نحن اقترحنا على ستيفاني ويليامز إن نجيبوا عمداء بلديات، وعندنا 27 عميد بلدية منتخب حديثا آخر في مصراتة وفي مدن أخرى، على هذا إذا كان نبو حاجة فيها نوع من الشرعية. وهذا حل فعلا، حل فعلي فعلا سيد صلاح. إيه بدون انتخابات ما تقدرش، كل واحد مشكوك في شرعيته، كل واحد مشكوك في شرعيته. فالآن أنا ما جاوبتش على السؤال متاعك، ربما طولت. لا بس يعني ربما مفهوم من كلامك، يعني هو فقط أردت يعني أقول هل فعلا يعني البعثة باعتبارها تمثل أكثر من دولة، يعني لا يهمها فعلا مصلحة الشعب الليبي بقدر ما يهمها التوازنات الإقليمية وطرد ربما على رأسها طرد فاغنر من أماكن تواجدها في سرت والجفرة. نعم، من مصلحة هؤلاء المبعوثين أن ينجحوا وتستقر البلاد، لأن هذا يعطيه بزخم لمجالهم المهني. ليس من مصلحة أي مبعوث أممي أن تتطربق. يعني توا غسان سلامة لما يحط على السي في متاعه شنو حقق في ليبيا؟ ما حقق شيء. هذه يبيها غسان سلامة هو، والله يبيها شنو اسمه طارق متري. ولكن خلينا نقطة أخيرة، هذه نسيت أنا. شوف نعم. صار ملتقى في اليوم في 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 مركز البحوث. نعم. رأيت المشكلة مش قادرين نحن كليبيين كنخب إن نطلعوا بحاجة عملية نقدروا نطرحوها مشروع. ما فيش. انجمزوا، يعني مش درنا ثلاث ملتقيات في حول الصغيرات في 2016، واحد في غريان وواحد في طرابلس وواحد مش عارف وين في الزاوية ولا في مصراتة. ملتقى بتاع غريان حضروه 1000 واحد، يعني هذا شنو؟ هذا مهرجان، هذا مش ملتقى بيطلع بخطة عملية تقدر تواجه بها الخطة العملية الأخرى متاع الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تقول لك أنا العالم قال لي ما تخليش المشكلة هيك، يا إما احتويها يا إما حلوها. عندكم خطة واحدة أخرى مدعومة، الشارع يدعم فيها. هذا كيف تقدم السياسة؟ نعم. أما نقعد وقتنا إحنا في التلفزيون والبعثة دارت والمجتمع المدني ويلكم، هاي يقول لك هاي ويلكم تفضلوا، وين الخطة بتاعكم؟ ووروني بأنها مدعومة تقدروا تتغلبوا على سماسرة السياسة اللي قاعدين يدوروا تو. نعم. يدوروا في المناطق. نعم. طيب أستاذ عبد الله الكبير، يعني أيضا تساؤل، يعني أليس الفراغ والمجهول هو ربما ما ينتظر الليبيين في حالة فشل الملتقى في الملتقى الحوار الآن في تونس برأيك؟
استاذ عبد الله. طيب فقد اتصال مع السيد عبد الله، ربما نعاود الاتصال به وربما الوقت لا يكفي الان. اشكره شكرا جزيلا السيد عبد الله الكبير المحلل السياسي، كان معي ضيفا عبر سكايب. دكتوره حنان، يعني وجهي لك هذا السؤال، هو سؤالي حقيقه من شقين، يعني اليس الفراغ فعلا والمجهول هو ما ينتظر ليبين اذا فشل الحوار في تونس؟ هذا من ناحيه. والشق الثاني من السؤال هو، أليس من الأفضل، يعني البعض يتساءل، أليس من الأفضل هو دعم الحوار؟ على الأقل هو يقطع الطريق على من يراهن على الخيارات العسكرية. أخي الفاضل، الحراك العسكري لازال مستمر حتى اللحظة التي نتحدث فيها، ما زال هناك تحديدات، ما زال هناك حركات وتحركات عسكرية من الجنوب باتجاه من براك الشاطئ إلى سوكنة، لا نعرف إلى أين، حفر الخنادق ما زال مستمر، هناك تحفظ. النتائج التي سيسفر عنها حوار تونس إن قبلت قبلت، وإن لم تقبل ستقوم الحرب من جديد، يعني أمر هذا مفروغ منه. لكن هل يتصور دكتورة حنان، عذر عن مقاطعة، هل يتصور قيام حرب جديدة تصل فيها قوات حفتر إلى تخوم طرابلس بعد هذه الفشل الذريع الذي منيت به قوات حفتر طيلة 6 أو 14 شهرا الماضي؟ يعني هل ربما يجازف ويسمح له، أو بتعبير آخر هل يسمح له مرة أخرى بالمجازفة لقيام حرب جديدة في ظل تواجد ربما فاغنر، الشيء الذي لا ربما يعني يشير إليه كثير من المراقبين أنه ترفضه أمريكا ويرفضه حتى الاتحاد الأوروبي؟ أمريكا في ذاتها الآن تعاني من إشكاليات ما بين ترامب وبايدن واستلام السلطة الذي من الممكن ألا يمر على خير، فلا نعول كثيرا هناك. أما الضمانات الدولية التي نتحدث عنها، أعتقد أن خروج السراج وخروج بشاغة في 4/4 وحديثهم عن أن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم وعن الضمانات التي أعطاها إياهم، فهذا لا يمنع من تكرار حفتر لنفس السيناريو من جديد، إلا أن تعجبه تشكيلة الحكومة أو تشكيلة المجلس الرئاسي من جديد. الذي لا نعرفه حتى الآن، لماذا هذه التحشيدات الكبرى؟ لماذا هذا التحرك بالأمس للقوات، قوات كبيرة تتحرك؟ فأين المراقبين؟ أين الضمانات الدولية؟ أين البعثة من هذه التحركات؟ وأين الحوار السياسي؟ لماذا لا يعلق الحوار حتى نفهم إلى أين تسير هذه الأرتال العسكرية؟ الثاني بالنسبة لفشل الحوار من عدم فشل، عندما أنظر منذ قليل إلى موقع البعثة وما تكتبه ستيفاني والتسريبات التي تخرج من أن هناك خلافات ما بين الأعضاء 75، وما نشرته البعثة من أن الحوار يسير في اتجاه جيد وإلى التوافق والاتفاق، فأعتقد أن البعثة سوف تنجح شاء من شاء وأبى من أبى. سيستمر هناك جماعات حتكون معارضة، جماعات ستبرر وجماعات ستذهب مع ما يقدره البعثة. نعم دكتور حنان، عاد إلي الآن، بقي لي دقيقة سأعطيها للأستاذ عبد الله الكبير. عاد إلي الآن، يعني سأطرح عليك السؤال الذي طرحته على الدكتورة حنان، وهو البعض يقول بأنه الفراغ والمجهول هو ما سينتظره الليبيين في حالة فشل الحوار في تونس، هل أنت مع هذا الرأي في دقيقة أستاذ عبد الله؟ سمعت. الفراغ والفشل والفوضى وربما عودة الحرب في حالة عدم توافقهم على الذهاب إلى انتخابات، بقاء السلطات الحالية في مواقعها وكل سلطة في مواقعها تحضر البلاد إلى انتخابات جديدة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عليهم أن يتوافقوا على القاعدة الدستورية أو يصدروا قانون للاستفتاء على الدستور، تدخل البلاد في مرحلة جديدة وتأخذ طريقها نحو الاستقرار، وإلا بالفعل سيبقى الصراع وستبقى الفوضى وستبقى البلاد معرضة للتدخل الخارجي وربما نعم. حتى إلى حرب جديدة. نعم صلاح، الكلمة الأخير لك. أتفق تماما مع السيد الكبير. نعم طيب أشكرك شكرا جزيلا السيد صلاح البكوش المحلل السياسي، كان معي ضيف عبر سكايب، والشكر للأستاذ عبد الله الكبير المحلل السياسي أيضا كان معي عبر سكايب كذلك، وأيضا للدكتورة حنان شلوف عضو تيار يا بلادي كانت ضيفا عبر الهاتف، وشكر لكم أيها الأفاضل، وحتى نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم.